بس تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم كده أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا بنبدأ جولتنا المرورية بشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات نسبية. أما لو رحنا عند كوبري الجلاف هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية بتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات. بيشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصورة الغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، فهيلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة. برضو بتظهر بعض الكثافات كده على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني، وبعض الكثافات في محور الناصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين، وطبعا منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية. عايزين ناخد بالنا ان في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافه من طريق السخنه اللي هو طريق القطامية القديم لغايه تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركه المرور بطريق القطامية القديم في مطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال انشاء محور طلعت حرب بمدينه القاهره الجديده حتى الطريق الاوسطي من خلال محميه وادي دجله، مع طبعا تطوير المنطقه المحيطه. مع بعض نروح كده الجيزة، هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات. بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين لغاية الطلبية، وكمان المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. أما بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان. المتجه لأكتوبر هيلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة. وهنروح بقى شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة، هنلاقي ان في بعض الكثافات المرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وبرضو في بعض الكثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان. يفضل التوجه لمحور عرابي، وكذلك الامر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وبيشهد محور عرابي أيضا بعض الكثافات المتوسطة للمتجه للأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات في محيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. نروح كده لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هنلاقي إن في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي إن في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. لسه مكملين جولتنا المرورية، وهنروح دلوقتي الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وأخذنا طريق عثمان أحمد عثمان، هنلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض طفيف الحمد لله في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة الوادي الجديد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. طبعا احنا هنتابع مع حضراتكم الطقس وكل التفاصيل هتكون معانا بس بعد شوية.